متابعينا الأكارم حياكم الله في كل مكان. إخواني اليوم 17 تموز 2024 اليوم الأربعاء، أنا داخل سوق البقرة جنوب الحسكة في سوريا. إخواني بالنسبة للحركة بالدرجة الأولى على الخروف، الدرجة الأولى على الخروف، بعدين الفطيمة جدي أسقلة أنعجة أيضا عليها حركة طيبة، أنعجة اللحم الطيبة الزينة وانعجى الرغوث اللي وراها خروف، ولا فطيمة عليها سوم عليها طلب. هذا شمش طيب ما شاء الله. بيش ابو البراء هذا؟ ما صار كلش. اللهم صل على النبي. 15 ما صار كلش. طلب عليه 15 مليون يعني 1000 دولار. 1000 دولار. شنو سوى؟ ابو البراء؟ ارباع قحم؟ اتوقع قحم ارباع بس ارباع ما شاء الله. شوف الرجلين شلون، اللهم صل على النبي ما شاء الله. هاي شمش طيب اخواني، بزره طيب، اللهم صل على محمد تبارك الله. اظن عن زين اخواني طيبات ما شاء الله، وراح نقول وحده اصخله. اول السوم 4 ملايين 4 ملايين ما شاء الله تبارك الله. وهذا وراء اصخلة، هاي اصخلة والبيض اصخلة. والله عن زين طيب هذا ما شاء الله. عجلة طيبة صارت بأربع ملايين. قول 100 هي قول 100 زين نظيفة صارت أربع ملايين سوري. أربعة 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 حمادي 54 يا حمادي 4 ملايين و50 سوري هاي لحالها 4 ملايين و50 هاي ثلاث ما مشيتها هاي 3 ملايين حدا عنده شيء عليها يعني تقدر تقولها الساعة مش رحالة 100؟ ايوه عندك شيء سيء حسن حدا عنده شيء هاي راحت منين؟ راحت 400 ثلاث ما بعد صاحبة هاي 3 ملايين والفطيمة صارت 1,350,000 ما يفيدك يا حاج ما عليه شيء صاحب حلال يا ابو 400 ايوه 14 مليون و400 الف طيمه مليون و400 400 عندك شيء 400 عندك هذا اخواني ثلاث عجات طيبات لحم تازه شيء رفع صارت 4 ملايين سوري السوم كبدايه 4 ملايين سوري والسن فتايه طيبات ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد يقول 4 ملايين 500 يعني جد اجي من 4 500 ولكن 400 400 ينباع ما شاء الله عليها اما دواب شيء ما شاء الله يعني طيبات حيل وذن اخواني اسخلات 11 اسخلات ما شاء الله عليها اسخلات شغل السنه ما شاء الله عليها اما زينات طيبات طبعا بي اخشن منهن وبي ادون منهن اما ذن جايت كحل وسط حيل زينات ما شاء الله جاي يطلبون 1,500,000 سوري على الوحدة ما شاء الله أما لسه ما صار بيه اندفاع يعني جنية إيه جنية طيبات أبو عيسى يعني على 300 مليون و 300 إيه إيه صحيح صحيح بعد إيش قد سنتين بعد سنتين سنة 40 صلى الله العليم طبعا هي بزرنه هذا الفحل موجود هذا الفحل التيس حيل طيبات ما شاء الله يطلبون 1,500,000 سوري يعني البيع على 1,300,000 كذان الليل الجاي شحاد الليل الجاي هذا اخواني مع زلنج وحليب ما شاء الله عليه شنو زلنا ابو عيسى؟ كله رباعيات المعز ما يهمه حليبات زينة؟ الله يهنيك شو مسعرنا ابو عيسى كان لجب يعني والله حتى الان ما صار يعني يعني
على المليون ونص اذا جبار مو، واذا واحد اكيد دخله شوي. ما شاء الله زين ما شاء الله. هذا الدواب ادور من ذنيته يطلب عليه 4-4 لسه ما صار بيه هذا. كان اخواني صار مليونين و 850 اما سوم قليل عليهم. ايش صار ابو احمد؟ 850 خارج التقرير والطلب 3 ملايين و 200 ما شاء الله طيبات ما شاء الله. مليونين و 850 الدفع طلب 3 و 250 ما شاء الله 3 ملايين و 250. اكرر اخواني صوتي لانه في صوت هواء يطلع اعلى من صوتي. شو نسوي؟ بدأ مايك هاي خراف اخواني خراف خشنة ما شاء الله تبارك الله عليها سوم تبارك الله. وين وصلتوا يا احمد؟ 2:30. شنو 2:30؟ 2:30 والله معلم فريق. شو تريدون عجل؟ تريدون 35؟ لا 3 يا حبيبي ما شاء الله. اللهم صل على محمد. بس استشعارات كانك ما جاي تلمس. ما المس 3 ملايين و250 الدفع لحم ما شاء الله. هذا طليتك؟ بس هزك لك كذا ما شاء الله 3 و250 ما شاء الله تبارك الله. جاي يطلبون 3.5 يعني 33.5 يبيعون 3 ملايين 300 يعني ما شاء الله عليهم. ملحم تازة 3 ملايين و300 اخواني زادا ما شاء الله تبارك 33 رفع عليه يلا الدور ما يشتري يبيعوني ويشتري الملاحم طيبات ما شاء الله. الله حيب عمي شباب حط ايدك بيدك حط ولا فاضل وما فعل 33 شباب 33 قاعد يفصل 34 3 ملايين و400 صارت 3 ملايين و300 اخوان ما شاء الله تبارك الله. خروف مربوط ربط لحم تازه شايفين ما شاء الله. الله صل على محمد والله على على 5 نسلم على اللي ما هاي بدالك 50 انا حسابك والله يتبرع يعني. اما ابو احمد ب 50 هو غيره ما لا شيء هو ب 50 غيره ما بيعوي 3 ملايين و50 فصلة 3 ملايين و25 بعد 3 ملايين و25 سوري لما يقول 3 ملايين و50 بدلالتها دلالة 25,000 3 ملايين و25 سوري للرأس الواحد ليد صاحبها و25,000 سوري دلالة لكل رأس ما شاء الله. هذا اخواني 3 جدعات طيبات مسخلات طبعا يعني لسه عن مسخلات من ثنائي يعني يقول جدعه يعني تكون لازم ثنيه هذا مسخلات ما شاء الله خشنات طيبات هذا خشنات صورنا قبل شوي صغار هذا اخشن ما شاء الله ما اعرف قد اخواني سيارات سألنا دلال مليون و 800 بس حلوات مع المجنوي وهم لحم طيبات المجنوي طيبات جدا جدا مليون و 800 طلب مليونين بس حيل طيبات شوف الطوب شوف الخشانة ما شاء الله حيل طيبات اخواني اللهم صل على النبي اخواني ان شاء الله احنا ما نعطيك من المستغيث دام باذن الله هاي الخرفان الخرفان ما صارت شيء مطلوب بيها مليونين و 600 اما ما هذا الفطايم مليونين و50 سوري الدفع خشنات امام لحم غليل مليونين و50 ما شاء الله. وهذا الشبش عمي عدنان الشبش بيش هذا؟ هذا ريلو 5.5 والله 5.5 ثني رباع ثني
5,500,000 يريدوا ما شاء الله تبارك الله ما صارش شبش ماله ماله سوق خالص شبش ماله سوق نهائيا. لا والله بس نداك